هنا في مخيمات النزوح في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس تتواجد شرائح مختلفة من أبناء شعبنا الفلسطيني. من بين هذه الشرائح الموجودة اليوم في مخيمات النزوح هي فئة ذوي الصم والبكم من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يعانون من نير الاحتلال ونير النزوح في قطاع غزة. في البداية نتعرف على حضرتك. احنا مرافح، اسمع عبد الرحمن أبو عمرة. عبد الرحمن أبو عمرة، حضرتك؟ هذا أخوي أحمد أبو عمرة. أحمد أبو عمرة. ورمش فايثيوم. مجدي سيام. فايثيوم. نعم. في البداية أستاذ عبد الرحمن، لو نتحدث عن إيش أبرز المشاكل اللي بواجهها ذوي الصم والبكم في قطاع غزة أو في مناطق النزوح بشكل عام. أبرز مشاكل في قطاع غزة، والله إحنا عايشين في رفح. في منطقة حواليه قريب منه في قصف، يعني في مشوار، يعني فيش حاجة بسيطة، بس أبرز مشاكل في خان يونس. مكان قصف، يعني أنت تتحدث حينما نزحتم إلى خان يونس من رفح؟ نعم. نزحنا خان يونس، مشاكل صعبة، يعني فيش فيها مية، فيش ولا مكان، فيش ولا سوق ولا حاجة. والله وضع صعب، فيش مساعدات ولا كابونة ولا حاجة، ولا مش عارف شو أقول له. طب لو تسأل زملائك عن إيش كمان أبرز المشاكل اللي بعاني منها هنا هم؟ أخويا نفس الأشي، هذا أبرز مشاكل. أنت إيش أبرز مشكلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد هو مش علامة، هو تحمل وتعودتين من أصحاب السم. أطلع هم إحنا ثلاثة بنا عايشين في رفح. أول قلنا في رفح نحن كل مبعد نتكلم عن الموضوع. يعني هو في البداية يتحدث على أنه كان في مدينة رفح، يعيش في مدينة رفح، كان بالنسبة له العيش نوعا ما أسهل بكثير من العيش هنا، لكن حينما تم أو طلب منهم إخلاء مدينة رفح بدأت المعاناة الخاصة بهم. بعدين بعد ما أخلوا من رفح من مدينة رفح. بعد مدينة نزوح مدينة رفح فخلنا نعيش عايشين خيمة. وضع صعب، وشوب وسخن وجو حرب، بتكلم مع اصحابي بتعب، وقاعدين خيمه، كنا برفح وقعد في دار كان حلو محترم، وجيت هنا مكان متعب، مش هو ساكن صار بعيد، هو ساكن في قراره، هو ساكن في خيمه، مش عارف كيف اشوفه، اول مره اشوفه. كل الحمد لله ان شاء الله نرجع رفح ان شاء الله رب العالمين، ترجع على رفح سالمين غانمين. طب خليه يحكي لنا عن كيف كان اهل رفح، يعني المحيط تبعه في مدينه رفح والمحيط تبعه في الان. هل الان المحيط اللي عايش حواليه بيفهمه؟ انت كيف عايش في رفح؟ دار حواليه قريب، كيف قول لك احنا في رفح حواليه مصحين صاحبه، كنا قريب دار الناس، كنا قريب دار اصحابه، احنا متعودين مبسوطين في رفح، عايشين في رفح مبسوطين، قاعدين خافوا، واحنا جينا نزيح من نزوح في خان يونس ما حد يشوفه، فيش اصحاب يشوفه، يعني كل واحد مكان بعيد. طبعا وايضا ربما جزء كبير من الموجودين هنا في مناطق النزوح ما بيستطيعوا فهم لغه الاشاره، صحيح؟ نعم، كثير من الناس هنا ما بيفهموا لغه الاشاره، صحيح؟ صحيح. في مناطق النزوح، كل منطقه اذا نزوح فلا فيش في اشاره. طب كيف تطلبوا الاشياء؟ كيف تشتروا؟ كيف تتعاملوا؟ كل ما يطلع معي مشوار بيطلع معي، لازم يعني بتطلع تحكي ايش اسئله بروح معه بترجمه عادي. طبعا انت بتحاول تساعدهم؟ بحاول اساعده، بساعده في كل حاجه. وكل كنا في رفح فهو تعرف كل محلات تعودين تطلع تحكوا بعض ايش تحفظ، كل هو بتحكي الاشاره وبتفهم مش من تفهم منه. يعني كان بيتحدث على انه هناك الكثير من المحلات التجاريه في محيطهم في مدينه رفح كانوا يفهم لغه الاشاره عليه مع مرور الاعوام والسنوات، لكن حاليا في منطقه المواصي لا يوجد اي انسان يستطيع فهمهم، صحيح؟ صحيح صحيح. نعم. طب خلينا نحكي مع الاخ هان، ايش برضو كمان جزء من المعاناه اللي بعانيها؟ السلام عليكم. هذا كنا أول في رفح، عايشين في رفح، كنا عندنا في خيمة في حوالي محيط، في كتير ناس في خيمة، هو شاف حياته الناس يعيش في خيمة ما بحيش كيف حياته، وأول مرة بعد نزوح في خان يونس بحس حاله خيمة وضع صعب، فيش كل شو جو شوب وشمس، فيش مية، طلع تروح المكان بعيد تعبي مية وجيت هنا، فيش المية فيش غير طلع ولع حطب. أولاده عنده مريض، فيش عنده أولاده عندهم يعني مرضين؟ لا مش أولاده، ابن أخوه. نعم. عنده مرض مش عارف مش كيف يتحمله أصلاً في خيمة،
هو اصل هذا اسمه ماجد، هو شاف اول مره حاس حاله مش مبسوط، متعب متعب رسمي، تعبان من عبي مويه ونجيب اشتري حاجات، مشوار كل مكان مشوار، واحنا قاعدين ظهر مش مبسوط عشان جو شور، في عنده ضغط ضغط. نقول اكثر استراحه، اكثر مكان مرتاح فيه في البيت، هذا بيت احسن حال، بعيد عن امراض بعيد عن مشاكل، هذا احسن بيت، اما خيمه وضع صعب معقول تطلع. طب بالنسبة لإلهم كمان هان في مناطق النزوح، يعني كيف بحاولوا يتواصلوا مع المحيط عندهم؟ تحملوا زي ايش يعني؟ يعني كيف تتحاولوا تتفاهموا مع الجيران، مع محلات البقالة؟ ما بحاول، بتطلع كل مكان، هم اصحابي يجي عندي وبس، ما حدش يطلع منه. ما بتطلعوا برا؟ ما بطلعوا، عشان وضع صعب، احنا مش فاضيهم بيطلع منه، احنا مازال في مية ومازال من حطب. فقط يعني هو يتحدث على ان هم بالدرجة الاساسية يبقون هنا داخل خيامهم، لا يستطيعون الخروج، فقط يحاولون تعبئة المياه وجمع الحطب من محيطهم، نظرا لان جزء من المحيط لا يستطيعون الفهم عليكم. صحيح صحيح. طب ايش في كمان طلبات عند ذوي الاعاقة السمعية والنطق في قطاع غزة؟ ايش اللي ممكن هم بيأملوه يتحقق لهم؟ ايش مثال؟ مثلا ايش الاشياء اللي بتمنوا انها تتحقق لهم، ايش تتوفر لهم؟ والله انا بس بتمنى ارجع البيت عشان اعيش، اسكن في بيت، اتمنى اشتاق البيت، اتمنى ارجع بيت عشان اشوف بيت، كل مكان مشوار مكان حلوه، اشوف اصحابي حواليه محيط، اتمنى اوقف حاب عشان اشوف اصحاب الجامعه، اتمنى اوقف حاب عشان ارجع الجامعه. اتمنى يعني انت طالب جامعي؟ طالب جامعه، تخصص هندسه حاسوب. هندسه حاسوب دبلوم. نعم يعني فخلصت الجامعه سنه اولى، بعدين السنه الثانيه وقف حاب. يعني هو يتحدث بالدرجه الاساسيه على انه طالب حاسوب، هندسة حاسوب، وفي العام الأول أنجز العام الأول، ولكن في العام الثاني بدأت الحرب، يعني تعطلت دراستك أيضا. صحيح، تعطلت دراستي في السنة الثانية. طب إيش كان طموحك لو كملت الجامعة؟ كيف يعني؟ شو كنت بتحلم تصير لما؟ أنا كنت بتحلم فيه بعد ما خلص جامعة دخلش جامعة تخصص برمجيات، او اخذت دبلوم سنتين دبلوم هندسة حاسوب، بعد ما خلصت سنتين دبلوم نخش برمجيات بعد 4 سنين ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالنسبه لاخوي، وهذا اخو احمد، انت قبل حاب الحين حاب ايش بتمنى كثير؟ واتمنى ايش اوقف حاب عشان اول قبل حاب كنا عايشين حياه حلوه، كنا نروح اصحاب نلعب كوره، كنا نطلع اصحاب في الليل نطلع كافي، كنا بنحضر مباريات حتى في الجون، اجى حر وقف كل حاجه، وقف كل شيء، بعيد عن سكر كل عند، أحس حالي حياتي تعبان، ما له عمر مبسوط، إن شاء الله وقت حرب عشان نرجع مع بعض، نرجع زي كنا، بس شوية زعلان عشان في كتير أصحاب استشهدوا. كيف استشهدوا أصحابه؟ ممكن يحكي لنا كيف استشهدوا أصحابه؟ كيف أصحابه استشهد كيف؟ هو في الليل وقت الليل صاحبه أصحابه كتفوا في وقت الليل، مش عارفين كيف إيش صار تفاصيل، هو بيسمع ولا ما بيسمع، حتى لذنب بيسمع ولا ما بيسمع. لأنه طلب تطلع تحرر هو بسمعش ولا حاجة، يعني هم ما بسمعوا أي شيء بيحكي، وقصفوا نتيجة لذلك قصف، تم قصفهم يعني. وقت اللي واحد شو يسمع سم زنان هو قصفه بغير عالي يعني. كم واحد من أصحابه؟ إيش كم واحد من أصحابه؟ كم أصحاب كله؟ السم كله 40 أكثر، 40 السم استشهدوا، 40 من ذوي السم من أصدقائه استشهدوا، أكثر من 40 كله. أكثر من 40. هو بيعرف، هو مكان قريب يعني، ساكن يعيش في رفح، بيعرف من يعيش في خان يونس وجبل جباليا وبالبلح، كل أصحاب بيعرفه، هو من أصحاب المدرسة. إحنا بعيش أصحاب في رفح، فيك أصحابه اثنين استشهدوا في رفح. هو حد حاله قلبه مكسورة. الله يرحمه. إن شاء الله يجي. طب بالنسبة لإلك؟ أنت إيش تتكلم؟ أنت إيش متمنى؟ وكان عايش في رفح حس حاله، وكان بيت مفصول، بيفتح على النت عشان يشوف اخبار، بيكلم اصحابه على النت على الكاميرا، ويجي عايش في خان يونس مش ولا نت،
مش ولا اشي ولا اشارة عيب طلع الحارة مش في ذهاب مش في هو طلع في عنده اخبار وعنده في جوال مش عارف افتح نت يعني إيه؟ هو يعني يقصد انه هو حاليا محروم من التواصل مع الزملاء والاصدقاء عبر على الجوال عبر الهاتف النقال وعبر الانترنت ومن خلال ايضا الحديث عبر الكاميرا مع اصدقائه لانه يتطلب الحديث مع اصدقائه عن طريق الشاشة بلغة الصم والبكم. كمان خليه يكمل. كمل. طلع بحاول إشارة ضعيف بتحمله مش عارف ايش يسوي هو بطلع الأخبار فيها أهداف مستقبله طلع بتتعاون مع موضوع عن أخبار حرب عن أخبار القصف كل إيش أخبار وكل أصحابه مش عارفين كيف إيش معنى الكلمة هو طلع بتحمله شهر نوت كلنا عايشين في مكان. يعني هذا جزء من المعاناة التي يعانوها هنا ذوي الصم والبكم في قطاع غزة نتيجة لهذه الحرب العدوانية على قطاع غزة حيث يعني تحدثوا ولو كان بلغة نوعا ما ضعيفة لأنهم يعني أوضحوا جزءا من معاناتهم التي يعانون منها جراء هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة.